يعتقد البعض أنه يمكن علاج الحول عن طريق الليزك. مفهوم شائع وخاطئ. خاطئ. خاطئ. دفنتلي خاطئ جدا جدا جدا. هشرح سريعا. الليزك هو علاج لمشاكل الإبصار. هستغنى عن النظارة هعمل ليزك. لكن ما ينفعش أحاول أعالج الحول بالليزر أو بالليزك. وإذا ظهر صوت يقول لا نعالجه بالليزك وهو الأخير هو صوت باطل مخطئ. ده حقيقي صوته باطل. احنا عايزين نعمل موسيقى تصويريه في الحته دي بالظبط كده ونطلع مثلا موسيقى تصويريه بتاع سمكه القرش. زمان كان في افلام بتاع سمكه القرش اللي هو الرعب. ده حقيقي. ده حقيقي. ده رعب. رعب. ده تصرف خاطئ شديد جدا.